السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بعض اللعب والألعاب اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين في الحلمية. لعب كتيرة جدا جدا جدا، وده كانت بتدل على الأطفال في مصر عندهم القدرة والملكة على انهم يخلقوا لعب من أي حاجة، زي ما بيقولك يخلقوا من فسيخ أو يعملوا من فسيخ شربات. حاجة اسمها تريك تراك أو العصفور، ده بيكون حتة خشبة في ايدك اليمين وحتة خشبة رفيعة بتتبري من الناحية دي والناحية دي في ايدك الشمال، وطوبتين تحت تحطهم على الأرض وتمسك بالخشب الكبيرة العصفور ده وتضربه، وانت تقول تريك، اللي قدامك يقول تراك، وبعدين لو مسكها يبقى انت خسرت. أو لو رماها على يعني لما العصفور على الخشبة دي وجات فيها يبقى انت خسرت كذلك. وده كانت مشهورة جدا جدا في مصر. اللعبة التانية لعبة التلات ورقات، اللي هي تلات ورقات اللي هم بيقوم فيها في الشارع، وطبعا دي لعبة من الألعاب اللي كان نوع من أنواع القمار، لكن احنا ما كناش بنلعبها، كانت موجودة هناك. لعبة الزهر كذلك كانت لعبة زي القمار كذلك بيلعبوها. حاجة اسمها لعبة السيجا، ودي جاية من الصعيد أو من وجه بحري، وكانوا بيقعدوا يرسموا مربعات على الأرض، تسع مربعات، وكل لاعب ياخد تلات طوبات صغيرين ويقعدوا لازم يعملوا خطوط مستقيمة عشان يكسبوا من لعبة السيجا دي كلها. جات لنا لعبة الهولهوب. لعبة الهولهوب دي لو كان طوق بيحطوه حوالين يلبسوه والولاد الصغيرين يقعدوا يرقصوا بيه، دي كان جاية من الغرب، ما كانش من ايه لعبة مصرية. كان في حاجة اسمها لعبة نط الحبل كلكم عارفينها طبعا، ولعبة البلي. البلي اللي هو البلي، في بلي اللي هو من الجزاء الازاز ده، في بلي من الايه من الحديد كنا بنلعبها بيه. المراجيح كذلك كانت موجودة. لعبة الطاولة دي كانت للكبار شوية. لعبة الحجلة ان احنا نقعد نطط كده على رجل ورجل التانية. لا، لعبة الأولى دي كنا بنجيب علبة الورنيش نرسم الأرض مربعات، وعلبة الورنيش دي بنحط فيها تراب أو حاجة زي كده هو، ونقعد نحجل برجل واحدة وبعدين نزق العلبة من مربع لمربع، ولو ما دخلش المربع تاني يبقى احنا فشلنا فيها. وآخر لعبة اللي أنا هتكلم عنها اسمها لعبة الحكشة. لعبة الحكشة دي من أيام قدماء المصريين، والانجليز ترجموها اسمها هوكشا بعد كده، هو اللي بيكون فرع من فرع شجرة من النخيل يعني، وفي كورة صغيرة كده بيخبطوها بيها، بتكون الكورة دي متغطية بالجلد، فدي عاملة زي الهوكي بالظبط. فهي دي أصل الهوكي، كان في مصر من أكتر من 4000 سنة كانوا بيلعبوا الحكشة في مصر. كل اللعب دي كلها بتدل على إن الطفل أو الرجل المصري في الوقت ده كان عنده اللي هو الابداع، ان هو من المواد المحليه يستطيع ان يعمل كل اللعب دي كلها. واحنا كنا بنلعبها طبعا البلي وكان في لعبه ثانيه اسمها لعبه صلح، نقعد كده واقفين وبعدين ايه يضربك على ايدك وتقول مين، ما تعرفش مين ضربك، وتقعد تدور على اصحابك مين فيهم اللي ضربك لغايه ما تدور عليه، ولو مسكته هو ايه يتضرب مطرحه. كانت كل اللعب دي انا بفتكرها ليه؟ لان كانت الثقافه في فتره الحلميه كانت عاليه جدا جدا، وكنا بنعتمد على اللعب اللي احنا بنعملها بنفسنا ونلعب بيها في الشارع. جزاكم الله خير لمشاهده الفيديو، ولو عجبكم الفيديو شاركوه مع زملائكم.